من وجهة نظرك ليه؟ يعني ليه الأهلي والغزل بالذات في المحلة بتبقى دايما مباراة خارج الحسابات؟ الأول بس اسمح لي إن أنا أرحب بأخويا وحبيبي وعشرة عمري بقالي كتير ما شفتوش، فسعيد طب جدا. طب ده فرصة كويسة إن إحنا جمعنا سوا طبعا النهاردة، فسعيد إن أنا النهاردة مع حشيش رحلة عمر طويلة. قابلته في الملعب يا كابتن شريف؟ كتير كتير. زمايل كمان، زمايل كمان كأس عالم وأفريقيا أيوه يعني، ففرصة سعيدة إن أنا أكون معاه النهاردة. ماتش المحلة والأهلي دايما أنت عارفه، خصوصا في ملعب المحلة بيبقى له طعم تاني، لأن جماهير المحلة بتبقى عاشقة للكرة الحلوة، والأهلي من الأندية طبعا اللي بتلعب كرة حلوة جميلة، وبيبقى في ندية في الماتش خصوصا في ملعب المحلة. أنت عارف المحلة حواليها بلاد أرياف شوية، فكلهم طبعا أغلبهم أهلوية. فطبعا الملعب بيتقسم اتنين، نصه أهلي ونص أيام محلي. ما كان مسموح بالجمهور بكامل قوته يعني. فاحنا فانا كنت متعود حتى وانا لعيب او وانا مدرب للمحله ان انا عارف في النص ده خلاص محجوز للاهلي والنص الثاني بتاع المحله، فالملعب بيبقى الجمهور متكافئ، فبيدي طعم ثاني خالص للنديه واثاره، نديه واثاره، زائد ان الاهلي دايما بيلعب على المكسب والمحله في ملعبها بتلعب على المكسب. وبالتالي الفرقتين عايزين الثلاث نقاط، فبيبقى الجيب مفتوح، بيبقى فيه كره جميله جدا. الجيل ده من المحلة شايفه عنده نفس الروح ونفس الـ الأداء اللي كانت بتمثله؟ طبعا المحلة غاب عننا فترة طويلة لكن رجع لنا بالسلامة السنة اللي فاتت، شايف انه ده امتداد للأجيال الكبيرة اللي كان بيقدمها غزل المحلة للكرة المصرية زمان؟ لا طبعا الأجيال يعني لو قلنا أسامي الأجيال السابقة يعني أسامي تخض، يعني قلنا الجيل اللي خد الدوري العام السياجة وعماش عبد الحليم خليل وعمر عبد الله وحنفي هليل وسيد عبد الجواد ومحسن نحري وفؤاد بخيت والبشلاوي محرس حمامة، أسامي كبيرة جدا يعني، كابتن إبراهيم حسين، كابتن عبد الدايم، أسامي ضخمة. جي جيل بعديهم تاني اللي هو جيل بتاعنا اللي هو شوقي غريب وأنا وخالد كرم والتليس وصابر عيد وخالد عيد والزفتاوي والمشائي وحسام عبد الغني وأحمد حسن، أسامي جامدة جدا. الجيل ده لسه معمول يعني، لسه الجيل بتاع السنة دي بقى لسه عودة مجمعه، لسه يعني يدوبك مجموعة من اللعيبة بتوع السنة اللي فاتت على مجموعة من اللعيبة جداد داخلين السنة دي، إنما إحنا كان دايما يمتاز فريق غزل المحلة بإن قوام التيم كله من أبناء المحلة. إنما هو للأسف الدنيا اختلفت طبعا دلوقتي، الدنيا اختلفت خالص دلوقتي، بتلاقي ثلاثة أربعة من ناشئين المحلة والباقي كله لعيبة مختلفين. كابتن محمد حشيش، لعيبة الأهلي في ملعب الغزل